القمة العالمية للحكومات هي منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، وهذه السنة شعار القمة هو تشكيل حكومات المستقبل. إذ يتم تسليط الضوء على أهم المتغيرات التي تواجه البشرية، مع التركيز على أهمية التخطيط للمستقبل في فترة ما بعد كوفيد-19، إضافة إلى العالم ما بعد الثورة الصناعية الرابعة. ستجمع القمة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم. ستناقش القمة 8 محاور أساسية تتعلق بالاستدامة والرعاية الصحية والتعليمية والتكنولوجيا وتقنيات المستقبل وتسريع الانتعاش الاقتصادي والسياسات التي تقود التقدم والتنمية الحكومية والمرونة الاجتماعية وبناء مدن المستقبل. سنتوسع اليوم في 4 محاور أساسية. المحور الأول هو التشفير الميتافيرس والويب 3 وكيفية مواكبة هذه التطورات في هذه العوالم الافتراضية. لذلك ينضم إلينا السيد هوبرتو ستونهاوزر، الشريك المؤسس لشركة كاف كابيتال ورئيس مجلس إدارة تيزوس فاونديشن. هوبرتوس هو خبير ورائد أعمال مخضرم في مجال ويب 2 و3 وميتافيرس من جهة، وإنشاء وتنمية الشركات في مجال التشفير والبلوكتشين والرموز غير القابلة للاستبدال من جهة أخرى. روبرتوس، عدد كبير يستخدم المصطلحين ميتافيرس وويب 3. ماذا يعنيان هذان المصطلحين؟ ويب 3 هو تطور الانترنت. إنها المرة الأولى التي يقوم المطورون والمستخدمون أن يشاركوا في نفس البنية التحتية. ويب 2 ويب 2 التطبيقات الكلاسيكية التي نعرفها وشركات التكنولوجيا الكبيرة التي تستخدم البيانات وتحقق ربحا ماديا منها. ويب 3 هو المنظومة المتكاملة وكل أصحاب المصالح الذين هم جزء من هذه البنية التحتية، ويعني المزيد من الشمولية وتقليص من أيضا الوساطة. والميتافيرس من جانب آخر هو كناية عن ظاهرة لويب 3. الميتافيرس هو الفضاء الرقمي وهو الإنترنت ثلاثي الأبعاد، أكثر شمولية وأكثر ترابطا واتصال. هذا هو الأساس. الميتافيرس هو هذا التقارب بين التكنولوجيات الأساسية المتعددة التي تطورت في نفس الوقت على منصة واحدة: الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز والعملات المشفرة الكريبتو، الذي خلق القيمة وسلسلة القيمة لكل هذه التكنولوجيات مع بعضها البعض وخلق هذا العالم الرقمي. هوبرتوس، بالحديث عن العملات المشفرة، أين هي من كل هذا؟ بالطبع أن الفضاء الرقمي الميتافيرس يحتاج إلى العملات الرقمية على أنها أحد العناصر التي تأتي بكل التكنولوجيات، ولكن المنفعة الأكبر للعملات المشفرة لهذه التكنولوجيا هي أن كل نواحي التشفير سوف يتم استخدامها في التصميم، أي الشفافية وقابلية تعقب المعاملات، وهي تتأكد من حقيقة الملكية وهي الهوية الرقمية، وبالتالي عناوين الإنترنت الزائفة لن تكون موجودة بعد الآن. هذه كلها منافع، وأن العملات المشفرة تقدمها من خلال تمكين التكنولوجيات كافة. روبرتوس، الكريبتو وويب 3 هي جديدة ولكن تنمو بشكل سريع جدا. أين هو الاعتماد الحقيقي وإلى أين تتجه هذه الصناعة؟ لقد شاهدنا تدفق كبير للأسواق ورأس المال الاستثماري، حوالي 30 مليار تم استثمارها في هذا المجال. 14 شركة تكنولوجيا كبيرة قد أنشئت في هذا المجال. إضافة إلى ذلك لدينا هجرة أدمغة كبيرة، إن سمحت لي أن أسميها كهذا، من الول ستريت وسيليكون فالي إلى العملات المشفرة، مما هو مشجع ويدعم النمو المستدام. بالنسبة للاعتماد الواسع للكريبتو من قبل قطاع التجزئة ما زال قليلا. نحن لم نصل بعد إلى أرقام كبيرة تقترب إلى اعتماد الواسع، أي أن يكون استخدام بأكثر من مليار مستخدم. نحن بعيدون عن هذا الرقم، ولكن النمو كبير والفرص كبيرة وجد جذابة. في نفس الوقت لدينا أيضا العملات المشفرة كالإيثيريوم، وهذه الفئات من الأصول
وصول كالبلوك تشين والإيثيريوم التي وصلت إلى قيمة سوقية هي عند تريليوني دولار، وهذه قيمة كبيرة لا يمكن أن نتجاهلها مدراء صناديق الثروات السيادية وصناديق التحوط، وبالتالي المزيد والمزيد من الانكشاف في هذه الفئات من الأصول، لأن صناديق الثروات السيادية لم تدخل بعد إليها 100%، ولكن عما قريب سوف تدخل ما أن تصبح هذه الفئة من الأصول أكثر امتثالا وتنظيما. هوبرتوس، بالحديث عن الهيئات التنظيمية والحكومات، كيف بإمكان الحكومات أن تتعامل مع هذا العالم لكي تتمكن من خلق التوازن بين الابتكار من جانب وحماية المستهلكين من جانب آخر؟ ويب 3.0 يعني بإعطاء القيمة، قيمة الإنترنت والقيمة تتضمن بعض نقاط الاحتكاك بالجانب التنظيمي، وعلى الهيئات التنظيمية أن تعرف أكثر عن هذه الصناعة والحكومات أيضا. وبالطبع أن الهيئات التنظيمية هي دائما متأخرة عن المبتكرين. التحدي كيف بإمكان الهيئات التنظيمية أن تتأكد بأنها لن تتأخر كثيرا، ليس بإمكانها أن تكون أسرع من المبتكرين، ولكن على الأقل تجاريهم بنفس السرعة حول ما يحصل والتطورات الحاصلة. الأهم هو التثقيف برأيي، فإن العديد من هذه القرارات التي تم مناقشتها في أجزاء مختلفة في العالم حول العملات المشفرة كانت فقط مبنية على هذه الجدالات المثيرة للجدل بسبب نقص المعرفة والتثقيف. ما يمكن الهيئات الحكومية والهيئات التنظيمية أن تفعل فيه لكي تخلق هذا التوازن بين حماية العملاء والابتكار هي أن يقوموا بإنشاء البيئات التجريبية التنظيمية، حيث يمكن للهيئات التنظيمية والمبتكرين أن يتشاركوا ويختبروا، وبإمكانها أن يجدوا إلى الحلول المناسبة للجميع، ويترجم هذا إلى فضاء العملات المشفرة. سياسات البنوك المركزية تسمح مثلاً للصناعة التقليدية بأن تدخل إلى هذه الشبكة. أما المحور الثاني فهو يتعلق باتجاهات التكنولوجيا الرئيسية التي تتطور في الإمارات والتي يمكن أن تطبق في باقي دول العالم. إضافة إلى كيفية جذب المواهب التقنية وربط الجانب الإنساني بالتكنولوجيا، لذلك ينضم إلينا السيد روبرتو كروتشي، مدير عام شركة مايكروسوفت لريادة الأعمال الناشئة. روبرتو يقود استراتيجية التوسع والابتكار المستدام للمشاريع الناشئة، وطبعاً الاستفادة الذكية من التكنولوجيا. ما هي اتجاهات التكنولوجيا الرئيسة في دولة الإمارات، وما الذي يجعل من دولة الإمارات تجربة مميزة ليتعلموا منها؟ إنها أوقات مهمة جداً لدولة الإمارات، لأنها قد شهدت تطوراً كبيراً في مجال التكنولوجيات والمبادرات التي أطلقت لتعزيز تطوير المزيد من التكنولوجيات في دولة الإمارات. لدينا وزارة للذكاء الاصطناعي، ودولة الإمارات عملت على تعزيز المناهج المبنية على العلوم والبيانات، وحتى تطوير الأفكار من قبل الأفراد واستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات. بالنسبة إلى الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات، فإن دولة الإمارات تعتبر مركزا إقليميا لهذه المنطقة، وتجذب المواهب لتطوير الحلول والمزيد من الشركات الناشئة لتطوير الحلول مستخدمين الذكاء الاصطناعي في صناعات مختلفة، مثلا في الرعاية الصحية والصناعات التقليدية كالقطاع العقاري وأيضا الزراعي، إضافة إلى استخدام هذه البيانات لوضع التصاميم للعمل ووضع قيمة لها لإيجاد نموذج عمل جديد. روبرتو، ما الذي يجعل من دولة الإمارات جذابة للمواهب في قطاع التكنولوجيا؟ نحن فعلا نعيش في نعمة أننا هنا في دولة الإمارات، ففي الحقيقة لقد تم إنجاز الكثير في دولة الإمارات وجعل من هذه البيئة بيئة مميزة ومحفزة للمواهب، والأمر انطلق من المستوى الأعلى، أي من القيادة والرؤية المهمة لهذه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، رؤية طويلة الأمد وأفعال ملموسة لهذه الرؤية. فبالنسبة إلى السياسات التي اعتمدت واللوائح التنظيمية التي سهلت من العمل لكي يأتي الجميع إلى هنا ويشعروا بأنهم نعم هم في منزلهم، بإمكانهم أن يعملوا ويعيشوا، هذا هو أحد الأمور. ثانيا، ما جذب المواهب هو أن الحكومة تحاول أن تغير اقتصادها من أن يكون مبنيا على النفط إلى المعرفة، وقد أطلقوا عددا من المبادرات التي تجذب المواهب. روبرتو، كما يقال، ولا أي شيء ينجح دون عامل الإنساني فيها. كيف أن دولة الإمارات تضيف عامل الإنساني في قطاع التكنولوجيا؟ هذا سؤال مهم جدا، وأتفق معك فيما قلته. أعتقد بأن دولة الإمارات تضيف هذا العامل الإنساني، وعامل الإنسان يبدأ أولا. كيف أن دولة الإمارات تبني هذه
الدولة. إذا ما نظرنا إلى هذه الدولة هي دولة صغيرة وعدد سكانها 10 مليون نسمة، ولكن لدينا أكثر من 200 جنسية تعيش هنا في هذه الدولة، فبالتالي هذا يبدأ بالشمول، ودولة الإمارات هي من أكثر المجتمعات شمولا التي أنا أعيش فيها هنا في هذه المنطقة وفي العالم. وبالطبع الشمول هو أساسي لكي نتمكن فعلا من جعل نسيج هذه التكنولوجيات يطور هنا. أما المحور الثالث فهو يدور حول سياسات التقدم والتنمية الحكومية مع التركيز على التحديات والمبادرات وأهم الفرص في السنوات القادمة. للتوسع في هذا الموضوع ينضم إلينا السيد يان بليدن، الشريك الإداري لشركة Governance Creed أو ما يسمى بعقيدة الحوكمة. يان هو من أوائل الخبراء المؤسسين لسلطة دبي للخدمات المالية DFSA وسوق أبوظبي العالمي ADGM. يعني ما الذي نجح بالنسبة لدولة الإمارات لغاية الآن، ولما تعتبر دولة الإمارات مركزا للخدمات المالية؟ عدد قليل من الأشخاص قبل 25 سنة كانوا ليؤمنوا بأن دولة الإمارات سوف تصبح مركزا لتميز الخدمات المالية في منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد تحولت دولة الإمارات لكي تصبح هذه البوابة لهذه المنطقة، وبطبع قد عزز ذلك من خلال رؤية القيادة الرشيدة، وثانيا من خلال إنشاء مركز أساسيين، مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، وكليهما قد تم إنشائهما وفقا لاستقلالية، محكمة مستقلة، هيئة تنظيمية مستقلة، ولديهم بنية تحتية قوية. إن مركز دبي المالي العالمي لديه 3600 شركة مسجلة فيه، ولدينا 29,000 عامل وموظف فيها، فبالتالي كان هذا نجاحا كبيرا جدا من حيث أن يصبح هذا المركز مركزا للثقة والتميز لدولة الإمارات كي تتمكن فعلا من أن تدخل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعني ما هي الفرص لدولة الإمارات وما الذي بإمكاننا نقوله بالنسبة إلى حوكمة الشركات على وجه الأخص؟ نحن هنا علينا أن نميز أمرين. أولا لابد من العمل على تعزيز الشركات الصغيرة ومتوسط الحجم SMEs باللغة الإنجليزية، فهذا أمر سهل جدا، يمكن أن تنشئ شركة في منطقة التجارة الحرة أو غيرها، ولكن نحن أمام تحديين. أولا الحرص على أننا نقوم بجذب المواهب المهمة لقطاع شركات صغيرة ومتوسط الحجم، وهذا أساسي لتحقيق التوظيف المستدام وتحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي، وثانيا هو تمويل الشركات الصغيرة ومتوسط الحجم. ما نحن بحاجة إلى فعلا أن نشهده يتطور هو آليات التصنيف المناسبة داخل مصارفنا كي تتمكن من أن تقوم بمنح القروض للشركات الصغيرة ومتوسط الحجم دون أن تخشى هذا القطاع، لأن هذه كانت الممارسة والنهج التقليدي. ماذا عن حوكمة الشركات؟ دولة الإمارات أصبحت مركزا للتميز المالي، وإن دولة الإمارات إذا ما أصبحت النجمة القائدة في هذه المنطقة لحوكمة الشركات، هذا سوف يعطي منافع عدة، من بينها أولا تعزيز طريقة إدارتنا لمؤسساتنا وشركاتنا، ثانيا زيادة العائد على الاستثمار لحاملي الأسهم، وثالثا بناء هذه الثقة، فإن هذا التصنيف الائتماني سوف يتحسن مع تحسين ممارسات الإدارة للمخاطر، ومع زيادة الشفافية سوف نتمكن من أن نجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات وعبر دولة الإمارات إلى منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا أمر مذهل. لذلك عدد قليل قبل 25 سنة أعتقد بأننا سوف نصبح مركزا للخدمات المالية، ولكن أنا أتوقع أنه في سنوات 10 و15 القادمة سوف نصبح مركزا قويا وصلبا للحوكمة الشركات الجيدة في المنطقة. أما المحور الرابع فهو طبعا يدور حول الاستدامة وأهم التحديات وأفضل الممارسات وأنجح المبادرات الحكومية. للتوسع أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا السيد بيدرو بيريرا، كبير مسؤولي الاستدامة ونائب الرئيس الإقليمي SAP لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. بيدرو، ما الذي يحفز الشركات والحكومات كي تقوم بأعمال الاستدامة؟ أعمال الاستدامة مرتبطة نعم هذا صحيح، فنحن عندما نتحدث عن الاستدامة نحن بحاجة إلى أن نقوم بتنشيط الحمض النووي المستدام داخلنا، ووفقا للبيانات نحن لدينا 3 محفزات ستقود أغلبية الشركات. أولا هو أن الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة يأخذون هذا الالتزام تجاه الاستدامة، كل القادة يتوقعون هذا الالتزام، ولكن الحكومات هي بدورها تقوم بوضع اللوائح التنظيمية كي يعمل الجميع بالطريقة الصحيحة. وأخيرا هناك فرصة مهمة جدا لتحقيق الأرباح وتسجيل النمو عندما نتحدث عن الاستدامة، فبالتالي التحفيز قائم ويأتي من داخلنا.
بيدرو، كيف قادة المستقبل بإمكانهم أن يصمموا نماذج العمل لعالم مستدام، وما هي مساهمة دولة الإمارات وأمريكا اللاتينية؟ نحن كبشر قد خلقنا كي نكون مصدر للحياة في هذه الأرض، ونحن لدينا هذا العهد الذي علينا أن نفي به لخالقنا. نحن علينا أن نعرف أن ما نقوم به اليوم سوف يؤثر على المستقبل، ولكن كيف؟ أولا نحن علينا أن نفهم بأنه ولا أي مؤسسة أو شركة يمكن أن تكون مستدامة بمفردها، إنه عمل مشترك ضمن شبكة. انبعاثات طرف تصبح انبعاثات طرف آخر، تؤثر على السوق وتؤثر على الأفراد. وثانيا كل ما تعلق بانبعاثات الكربون فهي تعتبر ضمن النطاق الأول، والنطاق الثاني هو هذه الكهرباء التي نقوم بشرائها للتشغيل، ولكن النطاق الثالث هو عندما نشرك الموردين وعندما المنتجات تقدم إلى الأسواق. وأمر آخر، نحن بالطبع لدينا فرص جمة بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تطور الحلول التي تتجنب إصدار الانبعاثات، وبالتالي هنا أغلبية الذين يشاهدون سوف يقولون قادة المستقبل سيضعون نموذج عمل للحلول والمنتجات والخدمات التي ستساعدنا على التخفيف من الانبعاثات. ففي نهاية المطاف نحن هنا لكي نحدث الفارق، ومن سيحدث هذا الفارق هم أولئك الذين لديهم حمض النووي لدولة الإمارات، وهو القيادة من دولة الإمارات، هو الابتكار الذي يحتاج إليه العالم. وأيضا في أمريكا اللاتينية لدينا أجندة مهمة جدا للشباب وللأجيال وأجيال الأعمال، وهذه الأجيال هي جزء من الاقتصاد الدائري الذي سوف يدفع قدما بالاقتصادات، يحقق الربحية، وبالتالي الربحية والأرض تجتمع عن مفهوم جديد لهذا الاقتصاد المحافظ للبيئة. إن هذه القمة سيشارك فيها متحدثون بارزون سيسلطون الضوء على هذه المحاور الرئيسية من زاوية تجربتهم الحكومية.